بيديها التعبتين الظاهر عليهما قسوة الحياة، تعمل هذه الحاجة الفلسطينية على بناء أفران من الطين كحل بديل لطهي الطعام وخبز الرغيف. فنقص الموارد الأساسية في حياة أهل غزة اليوم لم يترك لها خياراً سوى العودة إلى الوراء لعقود. للناس عشان الناس من الكلة مش لاقي على إيش تخبز وعلى إيش تسوي، من عشان هيك عمل هلا الناس. ومع نفاد المياه والغذاء والدواء منذ بدء التصعيد بين حماس وإسرائيل، والغزيون يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة أجبرتهم على الرجوع للحياة البدائية، بدءاً من ركوب عربات تجرها الدواب للتنقل، وصولاً إلى الطبخ باستخدام الحطب أو الورق أو الكرتون، وسط مناشدات المنظمات الإغاثية لفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية، خاصة مع زيادة عدد المهجرين قسرياً من شمال القطاع إلى جنوبه، المنطقة التي تفتقر في الأساس إلى التجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات العدد الهائل من النازحين. هاي أولادي عيانين وهي نايمين على الشارع زي ما هو أوعيها، وين ينام وين يأكل؟ هاي أنا بدور بس حبي أكل بس عشان أطعم أولادي. طب من وين أجيب؟ من وين أجيب؟